الأرضية تعود لتغزو العالم بموجتها الثانية ومع بداية فصل الشتاء، يمكن عم نشوف انتشار هائل للكورونا إن كان بدمشق وإن كان بالمحافظات السورية. أعراض جديدة عم يتسببها فيروس كورونا للمرضى، رح نحكي عن تجدد الفيروس بموجته الثانية وشو هي الأعراض الجديدة يلي عم ترافق المرض. رح نحكي أكثر مع الدكتور حسام البردان، أخصائي صدرية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الخير لكل عم يسمعونا، وصباح الخير والعطاء مع مع أمطار المطر. الخير إن شاء الله. يسعد صباحك. صباح الخير. بالبداية دائما بنشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا لكل الناس، تمام. ورغم ذلك بلشنا بالموج الثانية وعم نحكي كنا تحت الهواء في أعداد متزايدة بشكل مستمر بدمشق والمحافظات السورية. خلينا نحكي أول شيء عن أهمية الالتزام قبل ما نحكي عن الأعراض. قديش فعليا أنا لما التزم قديش فعلا بخفف من الإصابة، بحمي حالي بحمي عيلتي، لأنه ما عم نشوف أغلب الناس منا ملتزمة بهي الإجراءات. صباح الخير بداية، فعلا هلا الالتزام ثبت انه بالاجراءات الوقائية قد يكون حجر الاساس بالمعالجة، صحيح. لانه اذا بدنا نحكي بشكل واقعي وصريح، نحن حتى اللحظة عم نشوف على علاجات متعددة وكلها هلا في بالنهاية لم يثبت فعالية اي علاج مضاد للفيروسي، فلا زال رجع الاتجاه العالمي من جديد التركيز على انه اللباس الوقائي. عم نحكي نحن على الكمامات بشكل اساسي اللي تكون منتشرة بالمجتمع بشكل ممارسة يومية، عم نحكي على التباعد الاجتماعي، عم نحكي على غسل اليدين عند التلامس. هلا هي الاجراءات اذا طبقها الجميع طبعا ما بينفع انه يطبقها جزء من العالم، لانه هذا هي عباره عن سياسه يجب ان تصير جزء من حياتنا اليوميه. اذا تم اجتماع اشخاص، خلينا نقول شخص مع شخص غير شخص مع شخص مصاب، اذا الشخصين لابسين كمامات طبيه وعاملين تباعد فنسبه انه يعمل له عدوى اقل من 1%. صحيح. وهذا رقم كثير مهم انه نحن نحسن نخفضه، في حين انه اذا ما كانوا مرتدين الكمامه الطبيه فحتكون نسبه العدوى تتجاوز ال 70 او 80%. فنحن عم نشوف قديش نحن عم نحسن نخفف، وعم نحن نحكي على مجتمع بالكامل، على تسارع، على قد نكون ضمن تجمعات. اذا الجميع التزم بالكمامه، خلينا نقول الطبيه، بغسل الايدي، حتى اذا بدنا نحكي بالكمامه يمكن مره حكينا انه حتى اذا غير متوفره الكمامه تبع الموجوده بالصيدليه ممكن حدا يعمل كمامه قماشيه حتى يخيطها ويقوم بغسيلها، حتى يعني مشان موضوع التكلفه اليوميه ممكن يغسلها بشكل يومي ويحاول يحطها وقت يدخل على مدرسته، على جامعته، على يدخل على مركز تسوق، على حافله فيها على الازدحام. اذا الجميع التزم بهذا الاجراء بعتقد نحن رح نحسن ان شاء الله نوقف التسارع اللي مثل ما تفضلتي خلال الأيام السابقة الماضية ما غاب عن نظر أي واحد فينا التسارع اللي صار بدمشق المحافظات السورية بزيادة عدد الحالات، اللي قد تكون ما راح نقول وصلنا لحد اللحظة إلى ذروة مشابهة بدمشق على الأقل، خلينا نقول للذروة اللي شاهدناها من 4 شهور، إلا أنه نحن يبدو أنه إذا استمرت التسارع الحالات إن شاء الله ما بيصير هذا الشيء، بس يمكن نتوجه إلى ذروة. خلال خلينا نقول الاسبوع الماضي احنا طبعا في فتره من الفترات استمرت حوالي شهرين كان في هدوء، خلينا نسميه هدوء نسبي بعدد الحالات، بعد ما صار اصابه جزء منيح خلال اشهر الصيف صار بعد منه هدوء نسبي بتسارع الحالات. بدانا من حوالي شهر شهر ونص نشوف حالات، بس صارت حالات متفرقه، بس هلا بالاسبوع الاخير بدأنا نشوف انه هي الحالات اللي كانت عم يراجع، مثلا حنحكي ضمن مشافي التابعه لوزاره التعليم مثل مشفى المواساه اللي كان عم يراجعوا مثلا 10 مرضى بقسم الاسعاف بشك بكورونا، بلش يتزايد هذا الرقم لاكثر من 30 حاله بال 24 ساعه، فنحن عم نحكي تقريبا على 3 أضعاف الرقم هذا صار خلال اقل من شهر. اقسام العزل اللي كنا بمشفى المواساه مثلا كان في عندنا 3 أقسام عزل بالفترة الماضية، عدنا إلى قسم عزل وخفت عدد تسارع الحالات، بدأنا هلا إنه يتم فتح الأقسام من جديد، ومن يومين كمان تم زيادة عدد الأسرة بقسم الإسعاف، في بالإسعاف عندنا قسم عزل كان سريرين صار 8 أسرة لحتى نحسن نستوعب نواكب عدد الحالات المتزايدة. هذا كله عم يرجع يفرض علينا الحقيقة اللي حكيناها أول شيء، إنه كلياتنا نلتزم بالإجراءات الوقائية حتى ما نكون نحن هلا حتما بخط صاعد، بس نتمنى انه هذا الخط الصاعد يكون متصاعد بشكل خفيف، ما يتصاعد فجأة بشكل حاد لدرجة انه نكون بحاجة نصل لمرحلة انه نحن بحاجة لسرير بمستشفى، لا سمح الله لأسرة في العناية المشددة لأكسجين.
إذا حاولنا نضبط هذه الأمور خلال خلينا نقول الأسبوعين الثلاثة الجايين، نخفف قدر المستطاع من حلقة العدوى، بعتقد إن شاء الله حتمرق هالموجة. طبعا هو المرض مثل ما شفتوا عم يمرق بموجات، حتى هذا الشيء شهدنا بأوروبا بالدول اللي حوالينا، صحيح إنه مرق بموجات بأوروبا، مش شهد موجة رجعوا شافوا موجة ثانية، هون عم يحكوا يمكن إنه يشوفوا لسه موجة ثالثة. يمكن نحن حنقول هلا ببداية موجة ثانية، بس نتمنى أن تكون هاي الموجة الثانية موجة خفيفة ما تكون بشدة الموجة الأولى، ويكون الناس أكثر وعي. ولكن دكتور دائما دائما يعني وين ما اتجهنا أو مع مين حكينا إنه حاسة حالي عندي كورونا، لا هذا قريب، أنا حاسة حالي عندي رشح، فقدت حاسة الشم فورا. فخلينا نحكي انه نحن بنعرف انه فقدان حاسه الشم والتذوق هي بالمراحل المتقدمه من الاصابه بفيروس كورونا، مو اول يوم، وشو الفرق يعني لهلا نحن لا عم نقدر نعرف ولا عم نقدر نجاوب الناس ولا عم نقدر نميز بين كورونا وبين الجريب العادي او الانفلونزا. تمام، صح الكحكي 100%، ومع الاسف لا يوجد عندنا اي طريقه نحن نحسن حتى باقسام الاسعاف بطرق الفرز المعينه، نحن نحسن نقوم بفرز انه هالحاله هي حالة كورونا ولا حالة انتان تنفسية، لأنه هو بالنهاية بدنا نحكي واقع، هو شو هو الكورونا؟ هو فيروس، ونحن كل شتويا نتعامل مع عشرات الفيروسات كل شتويا، بين فيروسات الأنفية اللي بتعمل الرشح، لفيروسات الإنفلونزا اللي نحن بنسميها الجريب، لمجموعة كبيرة من الفيروسات، فالأعراض طيف الأعراض جدا متشابه. كل الأعراض تجي أعراض تنفسية، سعال، قشع، حرارة، أوجاع بالجسم. لذلك يبدو من الصعوبة انه انا احسن اقول هذا ضمن قسم الاسعاف انه هو شخص مصاب بالكورونا. هلا حيساعدنا بعض الامور السريرية، بتهمنا كثير بصراحة شيء اسمه القصة الوبائية، وقت نحن بناخذ قصة سريرية، انه الشخص مثلا في عند مخالط لاشخاص مصابين بكورونا، وهذا الشيء بنشوفه كثير بيساعدنا بالتشخيص، انه حدا من اصدقائه، حدا من بعائلته مصاب عنده مسحة ايجابية، فغالبا هدول الاشخاص بيجوا نحن نتعامل معهم بكورونا بنسبة كثير عالية، انه هذا 99% غالبا حيكون عنده كورونا. هلا الحالات كمان الثانيه ممكن تساعدنا مثل ما تفضلتي، هو فقدان حاسه الشم والذوق اللي ممكن تظهر عند بعض الاشخاص. هلا فقدان حاسه الشم والذوق هي عاده عم تترافق لحسن الحظ مع الحالات الخفيفه بالكورونا، يعني ليست مع الحالات الشديده. دكتور اللي هي ببدايه الاصابه بتكون معه؟ هلا ممكن تظهر بعد حوالي 5-6 ايام من ظهور الاعراض، يعني اذا الشخص بلش عنده حراره، تعب جسم، بلاقي انه ممكن بعد 5-6 ايام بلش انه اثناء الاكل، اثناء ممكن يفقد حاسه الشم والتذوق، واللي احيانا هلا عم نشوفها عم تستمر. هلا هي كمان ممكن تظهر بفيروسات ثانيه لاخذ العلم، بس هي تقريبا يعني مثلا كنا بغير فيروسات نشوفها، مثلا بصراحة كنا نشوفها بالسنة كذا مرة، بس صرنا عم نشوف عشرات الحالات، فهي صارت كمان عبارة عن شيء واسم. الأعراض العامة نحن خلينا نقول واسمة شوي لكورونا هي الحرارة الأساسي بشكل أساسي، وتعب تعب الجسم. هلا بعد منا إذا هذا الإنتان الفيروسي أو الكورونا نزل تجاوز الجهاز التنفسي العلوي، نزل الجهاز التنفسي السفلي، رح نشوف الأعراض تبع السعال، ورح نشوف العرض اللي نحن ما بنحب نشوفه اللي هو عرض ضيق التنفس. وهذا العرض اللي هلا عم نشوفه انه الشخص المريض عم يشكي من ضيق بالتنفس، وقت عم يمشي عم يشعر بجهد، وقت عم اثناء ممارسه حياته بالبيت عم يقول انه انا مثلا كنت امشي كنت اطلع درج صرت عم بشعر بضيق بالتنفس، الالام الصدريه الواخذه هي شوي عم توجهنا اكثر للاصابه بكورونا. هلا انا بنصح بناء على هذا الشيء انه اي شخص بيعاني من هدول العرضين اللي انا بعتبرهم اعراض مهمه، اللي هن الالم الصدري والتنفس، انه يراجعوا المشفى او الطبيب لاجراء الفحوصات المتممه اللي قد تكون اجراء بعض التحاليل الدمويه واجراء صوره الصدر البسيطه. هلا في حال كانت الاعراض بسيطه اللي هي الوهن، الحراره الخفيفه اللي عم تنزل على الخوافض. عنده كورونا بتروح وبتجي الحراره؟ ممكن تروح وتجي خلال كذا يوم ممكن. هلا عاده شفنا الاصابات بالكورونا اللي عم يصير في عندهم اصابه رئويه، ما عم تكون اصابه رئويه من اول يوم. صحيح. يعني عم نشوف 6-7 ايام عم تكون في عنا اعراض خلينا تشبه الجريب بكل مواصفاتها، من ناحيه الالم البلعوم، من ناحيه تعب الجسم. بعد 7-8 ايام عم نلاقي هذا بلش يصير في عنا اعراض التنفسيه اللي هي حكينا عنها، الالم الصدري والتنفس. معظم الاشخاص لحسن الحظ كمان خلينا نقول يعني حسب الاحصاءات العالميه وحسب نحن كمان الاحصاءات اللي اجريناها، 80% من الاشخاص عم تكون حالاتهم بنسميها خفيفه ومتوسطه، بمعنى انه هي
عم يتجاوزوها الحمد لله وبشكل آمن 80%. هو كمان إجا هذا الفيروس يمكن على بلدنا مثل ما قال الدكتور خفيف متوسط الشدة، بس فيروس كورونا فيروس مستجد، فمع الموجة الثانية في كثير من الناس عم تقول لك في أعراض جديدة، يعني دائما في شيء جديد. حتى منظمة الصحة العالمية لما تعمل دراسة بعد فترة بتلاقي في دراسة أخرى تنفي ما بتقوله الدراسة السابقة. خلينا نحكي عن هي الأعراض بالموجة الثانية، كيف رح تكون مختلفة، أو هو رح يجي أقوى من قبل ولا لا؟ هلا للامانه اذا بدنا نحكي بتغير الاعراض، يعني نحن هلا شفنا حالات ضمن الموجه الاولى والموجه الثانيه، لحد الان نحن عم نشوف الاعراض متشابهه، يعني بكال بنسبه يمكن 90% نفس الشيء، يعني ما لقينا شيء. هلا هو مستجد نسبه لانه مستجد عن الفيروسات السابقه، بس هلا خلال الموجه الثانيه ما شفنا اعراض جديده، يعني نفس الاعراض اللي راجعونا بشهر 7 أو 8، نفس الاعراض اللي عم نشوفها اللي هي نفس الاعراض اللي حكيناها مع بعض الاعراض الهضميه، مع بعض فقد حاسه الشم والذوق. هل هو اشد؟ لازلنا هلا ما عم نحكي انه هو اشد بصراحه، لانه حتى بالمره الماضيه شهدنا حالات شديده، وشهدنا حالات دخلوا اقسام العنايه المشدده واحتاجوا لاكسجين. حتى الان الحالات اللي عم تراجعنا بالمشافي لازلنا عم نحكي بنسبه انه 80% هي فعلا حالات خفيفه، ويمكن علاجها في المنزل بعزل منزلي صحيح، يعني خلينا نقول حتى بتختلف طبيعه اجسام. في اشخاص بتقول لك انا ما حسيت بشيء، يعني كان في شويه تعب، وفي ناس بتلاقي لا طبيعة جسمها بتمر بجميع الأعراض الفيروس. هلا في أشخاص حتى مثل ما تفضلتي هنا الأشخاص بيعملوا مسحة إيجابية، يعني بيكون ما عنده أي أعراض، بيروح مثلا لسفر معين بده يسافر بتطلع. بيعمل مسحة بتطلع مسحة إيجابية، هذا مؤشر على إنه نحن في عنا جزء من المرضى هن مرضى أصلا لا عرضيين، وهذا الشيء بصراحة بيخلق كمان إذا بنحكي من وجهة نظر ثانية، هذا بيخلق خطورة بهذا المرض، يعني إنه نحن في شخص مسحته ايجابيه ممكن الشخص يكون عم يتعامل معه بطريقه انه هذا الشخص ما عنده اي اعراض، عم يتعامل معه بطريقه انه هو شخص سليم، قد يكون هذا الشخص حامل لهذا الفيروس، فقد يكون هو شيء ايجابي بالنسبه للشخص المصاب انه الحمد لله ما عنده اعراض، ما عنده تعب، عم يمارس حياته بشكل كامل، مسحته ايجابيه، بس هذا الشخص عمليا ضمن المجتمع هو صار ضمن الحلقه اللي ممكن تساهم بنشر عدوى لاشخاص ثانيين، وهي فعلا السيئه بهذا المرض اللي هي الانتشار. نادرا ما نشوف اذا بدنا نحكي واقع ضمن عائله معينه اذا لقينا شخص مصاب الا نشوف الجميع مصابين ضمن اللي قاعدين ضمن منزل واحد، اللي قاعدين ضمن دائره ضيقه واحده، لانه سهوله انتشاره ضمن مساحه صغيره عم تكون واسعه، لذلك عم نشوف الاصابات عاده بفيروس كورونا عم تكون اصابات خلينا نسميها عائليه اكثر ما هي، وهي كمان يمكن نحن صرنا عم نشوفها من احد الميزات اللي عم تخلينا نحكي نتوجه لكورونا اكثر، يعني بعض الفيروسات الثانيه مثل الانفلونزا ممكن كنت تشوفي شخص مصاب واحد ثاني بالبيت ما هو مصاب، ممكن بفيروس كورونا عاده عم نشوف غالبا الحلقه المعظم، بس في اشخاص عم يكونوا لا عرضيين فعلا، وهدول هلا حسب الدراسات يمكن برا يمكن عم يقولوا انه نسبتهم حوالي 40% يعني موجودين ضمن لذلك نحن وقت عم نحكي على ارتداء الكمامه هي للشخص المصاب والغير مصاب، لانه حتى الشخص اللي احنا بنظرنا غير مصاب ممكن يكون مصاب، والكمامه وقت نحن عم يلبسوها الشخصين الهدف منها فقط، يعني انا وقت عم بلبس الشخص الكمامه ما الهدف منها اني انا احمي نفسي من الاصابه بالفيروس، هو الهدف اني انا كمان احمي غيري. فوق الشخص بيقول انه انا ما بدي البس كمامه اني انا ماني خايف على حالي، احنا بنقول له اذا ما انك خايف على حالك على الاقل خاف على غيرك، يعني اذا على عيلته على اللي حولك على عيلتك على اولادك على الاشخاص اللي بالدائره تبعك، فلبس الكمامه هي تساعد بتساعدني الي طبعا بنسبه، بس بتساعد الاشخاص اللي حولي انه ما اعديهم كمان بالنسبه لاكثر. دكتور بس في تساؤل، هلا دائما بيقولوا انه مصاب الكورونا حتى لو ظهرت او ما ظهرت عليه الاعراض يمكن باول 5 أيام من الاصابه هو بيعدي، طب اذا كان حامل وما ظهرت عليه ممكن يعدي؟ هذا السؤال. وثاني سؤال انه قديش المده الزمنيه اللي هو قادر انه ينشر الفيروس، يعني بجوز يكون هو تجاوز ال 15 او ال 20 يوم الوقت المحدد وبيعدي؟ هلا احتمال العدوى يبدا خلينا نقول اعتمادا من قبل ظهور الاعراض ب3-4 أيام، يعني حتى الشخص الغير عرضي اللي بيظهر عنده اعراض ممكن قبل 3-4 أيام قبل ظهور الاعراض. هلا بناء على الكرايتيريا العالميه نحن حتى نقول انه هذا الشخص اصبح غير معدي يجب انه يكون عندنا خلينا نقول فتره 10 ايام، هي بالنسبه للحالات الخفيفه اللي منتشره ضمن المجتمع 10 ايام، بعد منها 3 ايام بدون اعراض، يعني خلينا نقول وسطيا نحن عم نحكي، وهذا البروتوكول نحن متبعينه حتى ضمن البروتوكول ضمن وزاره الصحه ووزاره التعليم العالي حتى لتخريج مرضى اللي موجودين بالمشافي للعزل، اذا 10 ايام
من المرض زائد 3 ايام بدون اعراض، شرط 3 ايام بدون حراره، يعني وسطيا نحن اذا بدنا نحكي بفتره العزل المقبوله قد تكون 13 يوم بشرط اخر 3 ايام بدون حراره. هلا اذا شخص مصاب باصابه شديده يعني دخل على مستشفى احتاج اكسجين، احتاج لا سمح الله منفسه تهويه اليه، قد تمتد هي الفتره الى 20 يوم. لذلك ضمن المجتمع نحن عم نحكي وسطيا ب 13 يوم، بين ال 10 و 13 يوم، اذا دخل مريض على المستشفى يمكن هالفتره نقول ل 20 يوم، بعد هي الفتره اذا بدنا نحكي واقع حتى لو الشخص عمل مسحه هذا اللي كنت بدي اسالك وكانت ايجابيه فعلى ما يبدو انه هو شخص غير معدي، لانه في اشخاص يعني بعد شهر او شهرين بيعملوا مسحه ايجابيه بس غير معدي بيكون، ممكن تطلع مسحاتهم ايجابيه، على ما يبدو انه هي المسحات تطلع ممكن ايجابيه بس اذا تجاوز فتره العدوى خلاص ما عاد يعدي، لانه بالدراسات شافوا انه اللي هي 20 يوم للاصابات الشديده و10 الى 13 يوم للاصابات الخفيفه اللي هي ضمن المجتمع. اذا تجاوز هي الفتره غير معدي حتى لو مسحته ايجابيه بعد مثلا شهر، اذا عمل مسحه طلعت ايجابيه، لانه يقال انه هي البي سي ار هي بروتين تبع الفيروس، ممكن يبقى هذا البروتين موجود بحامل الفيروس بحلقه وميت هذا بقايا الفيروس الميته ممكن تبقى شعروا. في اشخاص يمكن اذا بنرجع على يعني هذا الحكي نحن بعدين رجعنا له، انه في اشخاص قعدوا 50 60 يوم تمت المسحه تبعهم ايجابيه، رغم انه هنا رجعوا اشخاص طبيعيين وتم التخوف موضوع العدوى تبعهم. هلا مع هيك نحن حنقول انه الشخص اللي قد يصاب وبيطلع من فتره الحجر تبعه اللي هي 10 او 13 يوم، ما في مانع انه كمان ياخذ اسبوع ثاني خلينا نقول يلبس يعني يطلع مثلا بس يطلع بكمامته، يطلع لانه كمان اخذ تمام يلتزم باجراءاته الوقائيه، ما يقول انه انا والله هلا خلص انصبت وطلعت وصار عندي اضداد ايجابيه اذا انا هلا خلص صار بامكاني كب الكمامه وارجع لا خلينا حتى لو الشخص صار عنده اعراض اصابه، نتمنى انه كل شخص صار عنده اعراض اصابه بالجهاز التنفسي مهما كانت يعني ما يوجع راسه هي رشح او قريبه انفلونزا، هو يلتزم بالحجر المنزلي ويلبس كمامته بغض النظر الذكر حالات. هلا اذا بدنا نحكي واقع ما بدنا نخوف كثير، عاده لحد الان الاشخاص اللي اصيبوا ما عم يعملوا اعاده اصابه لانه في اضداد معينه عم تتشكل بالجسم اسمها الاي جي جي. هلا بالعالم بلش ينحكى عن حالات صار فيها بسموها ري انفكشن، يعني انه مذكور انه كان عنده اصابه بشهر 6 وهلا انصاب مره ثانيه، هي الحالات موجوده، يعني في عندنا شيء اسمه ظهر بالعالم اعاده اصابه، الا انه مو هي القاعده، القاعده لحد الان انه الاشخاص اللي اصيبوا لا تزال لحد اللحظه عندهم مناعه. هلا السؤال انه قديش هي المناعه رح تستمر بصراحه ما حدا بيعرف، هل هي حتستمر 6 شهور حتستمر سنه ما بنعرف، وهذا الشيء هلا حيذكرنا بالفكره اللي تبع التلقيح نفسها، هل نحن اذا تم انتاج لقاح لكورونا هل هذا اللقاح رح يحمي الشخص لفترات طويله، هل المناعه اللي حيعملها لفتره طويله كمان ما بنعرف، هل هو بس نحن على الاقل نتوقع بناء على المعطيات انه نحن الفترة اللي ممكن تتشكل الأضداد فيها يكون عنده مناعة قد تكون بين 3 إلى 6 شهور، قد تكون أكثر قد تكون أقل، هذا الشيء هلا الدراسات لأنه هو فعلا مثل ما تقول مستجد، فعم يكون عندنا بعض التغيرات بالمعلومات من فترة إلى أخرى. دكتور نحن بدنا نتمنى السلامة لكل الناس وبنتمنى الوعي أكثر كمان لكل الناس على السريع لأنه ما ضل معنا وقت. اليوم نسبة الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظات السورية وبدمشق، خلينا نحكي عنها سريعا معدلات الإصابات. هلا مثل ما عم تتابعوا عداد الحالات يعني زاد شوي عن الفترة الماضية، نحن عندنا 80 90 حالة يمكن عم يتشخص بشكل يومي، طبعا بدنا ما ننسى شغلة انه في عندنا عدد كبير من الأشخاص ما عم يعملوا مسحات، إذا هذا الرقم هو أقل من الرقم المتوقع لأنه في أشخاص الحالات الخفيفة اللي ما عم يراجعوا المشافي، هذول الأشخاص ما عم يعملوا مسحات. هلا ضمن محافظة دمشق الحالات حتما تزايدت خلال خلينا نقول الأسبوع الأخير، وهذا لمسناه من خلال المشافي من خلال أقسام الإسعاف. هلا المحافظات الأخرى مثل محافظات الوسطى منطقة حمص في كمان حالات متزايدة شفناها وشفنا حالات من الفترة الماضية، على ما يبدو أنه بفترة الحجر الماضي بشهر 7 و8 في بعض محافظات سوريا ما كان في عندها إصابات كثير بهذيك المرحلة، هل الفترة هي اجت الموجة عندهم شوي متأخرة؟ نتمنى أنه إن شاء الله كمان يتجاوزوها، وهلا يعني إن شاء الله الأمور بإذن الله أنه يعني إن شاء الله الأمور تكون كلها ضمن المعقول وبخير. نتمنى من الكل يمكن بالختام نشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، يمكن لأنه الوقاية خير من قنطار علاج. وقتنا خلص دكتور، نتشكرك على وجودك معنا
دكتور حسام البردان اخصائي صدريه، شكرا كثير لك. يعطيكم الف عافيه. شكرا كثير لك دكتور. السلامه للكوادر الطبيه اكيد ولكل الناس، ان شاء الله هيك تمرق هالفتره على خير ونخلص من كورونا ان شاء الله يا رب. شكرا. فعلا بنتمنى السلامه ونوجه لهم تحيه لكل كوادرنا اللي هلا بيمشوا فينا، وشكرا لكم. شكرا لك.